كنشقى في الدار عزيز عليا نكملها بالبخور. غادي ندير هذا البخور هذا اللي تيكون مفرتت. بسم الله. صباح الخير، صباح النور البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، ومرحبا بكم في فيديو جديد. انا راني اليوم زعما راني محز، ما عرفتو يومي الكوزينه ما دخلش ليها، مرونه البارح طيبت في الليل وما غسلتش المواعن وخليتهم، ولكن اليوم قلت غادي نحداق وغادي نجمع الكوزينه. بطبيعة الحال ما كاين حتى شي واحد، راني تعرفوني كنقول نهضر لكم على الكوزينه وداك الشيء، عرفوني راه ما كاين حتى شي واحد، كاينه غير انا بوحدي. وسمحوا لي على انني وليت كنتعطل عليكم هاد الايام، انا نقول لكم علاش. ها انتم اخوتي علاش كنتعطلها؟ الحمد لله والشكر لله، كملت هذيك اللحسه اللي صيبت، دابا خاصني نعجن واحده اخرى، يعني نصيب واحده اخرى. بقات واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، سته اللي بقاو، هادو خاويين، سته اللي بقاو. شوفي موديل حاتم فين حاطو، هذا خاصو يتلاح، صافي غادي نحيدو لوحو اللي راني كنجمع في الدنيا. وصافي اخوتي هادو ديال ماليهم هنايا، راه حاطين الماري كل حاجه حاطه لها، هاد الجوجات اللي بقاو ديال ماليهم، هادشي اللي كاين اخوتي. البنات ما داوش على هاد التصوير، تصويري هاد الايام لا روب، حيت خاسره ليا ديك اللعيبه اللي كنحط عليها التليفون. شحال وانا دايره اليوتيوب البنات، والله العظيم الا ما عمرني طحت على شي ماتيريال يكون بروفيسيونيل نخدم عليه، بحال هذيك اللي تيحطوا عليها السيبوره اللي تيحطوا عليها التليفون، بحال يعني ما تنعرفش داكشي فين كيتباع وفين كيطيحوا عليه، ما كنعرفش. والله يصوركم ان شاء الله. سينو اش اخباركم نتوما؟ توحشتكم، توحشت الجماعه معاكم، نجمع معاكم. وهاد الايام الصراحه وليت كنهضر على القناه ديالي الصراحه الصراحه، وكيقولوها لي المتتبعات، كيقولوا لي صالحه باني يا اختي باني، واخا تشاركي معنا غير الخبز واتين، المهم هو تباني. انا كنقول لا، راه الا ما كنتش غادي نبان ونبان بشي حاجه راه غيبقاو يلوضوا ليا شي وحدين ويبقاو عليا عف السبان. والناس راه ما تقولش راه هاد الانسان راه عنده ضغوطات وعنده سميتو، الا اللي لقى فين يعطيك تيعطيك. والله يهدينا جميعا، طبيعة الحال جافيل ما عييتو فيا، حيديه حيديه حيديه، اللي فيا هو اللي فيا، لا استطيع. جافيل انا عندي وشقه، الا ما كانش جافيل وما مساتوش ايديا كنحس براسي ماشي هي هادي. ونزيدكم واحد الحاجه، انا موانسه بكم باش كنغسل المواعن، الا ما توانستش بالمتتبعات ديالي المواعن غيجيوني ثقال. بلاتي بلاتي انا ما بعرفش كندير هادشي، انا اول حاجه كنديرها قبل ما نغسل المواعن هي كنغسل هاد البلاصه هادي. دابا جيت لهاد الشيء و نحط كل لافابو هو الاول. نحط كل لافابو هو الاول اختي، انا يا الصراحه انا مع الخدمه ما بقيتش كنغسل حتى المواعن ناري، انا كنجي نشوف راسي كنقول لا انا ماشي هكا، انا راه عزيز عليا نكون كوزينه ونشقى وهذا. ملي وليت كنشد الخدمه ديال اللحسه بحال ما بقيتش عارفه راسي، حيت انايا عزيز عليا هادشي اللي هادشي ندير كنرتاح فيه بزاف. انا كلش شي واحد كيرتاح ملي كيغسل المواعن، كيشقى كيجفف كيضربها بالسيقه، دابا عارف غادي ندير غسل في المواعن، نحك فيهم ونحط، نحك ونحط، نحك ونحط، كاينه ولا ما كايناش؟
معدي عقل. بعد البارح مشيت ضربتها لي بواحد التحمتيمه فاعله تاركه، راني غادي نوريكم مقاطع منها وتشوفوا هذاك الحمام زيت اللي كاين في الصالون اللي كنمشي ليه. ايوا جيت مكمدة ضربتها بواحد النعت، شوفوا شوفوا النعت اللي كيعجبني والرغاوي ناري 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 شحال كيعجبني هذا الشيء. شوفوا راني عارفه غير صحي، عارفه غير صحي، ولكن البنات الرغاوي كيبرد لي الهويش القلب، جنون ما عرفتش، جنون جنون. كنحس براسي مرتاحه نفسيا، ما عنديش شي مشكل ملي كنشم، ملي كنشم ريحه تيدو جافيل وصاني كروه في الدار، الدار نقيه تشعل. اما ملي كتكون الدار ما نقياش وما فيهاش ريحه صاني كروه جافيل، كتحسي براسك عندك شي مشكل وكتقولي يا اول اش عندي انا شي حاجه مبسطه ليا مخي، شنو هي هذه الحاجه؟ واش كتوقع ليكم؟ عافاكم لما قولوا ليا واش كتوقع ليكم ولا غير انا بوحدي اللي خاصني نمشي نتعالج. وهنا فاش بقات المهم خواتاتي انا غنحك الماعن ياك ونغسلهم ونغسل ورجع معاكم صافي، وغنحاول نبقى نطلع لكم كل نهار صافي. يلا انا غنحبس دابا ونغسل ونكمل معاكم ثاني، نزيد معاكم شي مقيطع ونكمل معاه. نحيد البيصيل. انا رجعت معكم البنات، قال لي غير هذا القلع هذا نحيد منه شي طبايع، وهذا هذا غير جافيل وسانيكرو، داك سانيكرو ديال داك المعطر ديال، خاصني نجي ونوريه لكم. عرفتوا فن دائما البنات فين ما كنكون هكا كنجفف ولا شي حاجه كنبارطاجيه معاكم، ما نكرهش. هذا هو اللي يحيدو كاع سانيكروات اللي كاينين، وهذا هو اللي يخليه لحقاش زوين زوين بزاف، فيه واحد الريحه شكال، ماشي ريحه ريحه النقاء، سميتو نسيم البحر. خليتان نسالي ونبارطاجيه معاكم، راه كنت ديجا بارطاجيته معاكم واحد الخطا، غادي نعاود نبارطاجيه معاكم مره اخرى. هذا القلع هذا حاتم كيجيب ستيلو وكيبقى يشرط لينا فيه، زعما هما زوينين ولكن باش هما زوينين يعني كيتمسحوا كيخرجوا زوينين، هاد القلوع زوينين كيتمسحوا غير هكا كدوزي عليهم شويه جافيل صافي كيخرج هذا، ولكن في نفس الوقت دغيا كيطبط. غنمشي نغسل هادي ونرجع معاكم الناس. فاش كن نشقف الدار عزيز عليا نكملها بالبخور، غادي ندير هذا البخور هذا اللي تيكون مفرتت. بسم الله عرفتوا واحد الريحه كنديروا هذا باش كيديع. غنجي لكم نتوما دابا باش تحضروا معايا. ها انتم اخوتي شويه الدنيا شويه تاخذ واحد شويه ديال الطاقه الايجابيه. اما خوتي اما هالطلامط البنات صافي مشاو، ما ننصحكمش. جاب الله واحد البنت داك النهار ملي حطيت الفيديو قالت لي يا صالحه يلا كنت باغا ناخذهم، وملي زعما شفت هادو عندك ما زوينينش، ملي قلتي لينا راه ما زوينينش كنت غنتصيد. لا 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 البنات ما ننصحكمش بهذوك الطلامط اللي تيكونوا بحال هكاك بداك الثمن، ما ننصحكمش.
ندخل هنا شويه ديال كوزينه راه نقيه خاصها غير ترتيب. ها رد كل حاجه بلاصتها وصافي. مشي لبيتي حتى هو ندوز عليه. بيتي الجميل نحلو برجلي ندوز عليه حتى هو شويه. زوينين هاد اللحظات ملي كتساليو الشقا وتدوروا على بيتكم ولا على داركم ولا على هذا. كتبقى ريحه الدار فنه. بيت ماما مسدود. الله 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 يا لها من فرحه عارمه. الحمد لله على نعمه النقا والشقا. الحمد لله الحمد لله. جبت هاد الطابله هنا عاودت رجعتها تاني هنايا. هنايا صيقت في هاد البلاصه. صيقت الكوزينه حتى هي. نضيت الامور. الحمد لله الحمد لله. انا رجعت معاكم. عرفتوا عييت عييت ما درت والو عييت. شتي ملي كتغبري تغبري شحال ما كتجمعيش. ماشي انت زعما اللي كتشقاي في الدار حيت ولات كتجي واحد السيده هكا تعاوننا وداك الشيء. ما بقيتش كنتكلف بالمواعين ولا بالسياق ولا بالجفاف. وليت كنكلفه غير بهذاك الشيء ديال المشروع المشروع المتواضع. الحمد لله هو غادي بشويه بشويه. يعني ما بقيتش كنغسل المواعين بزاف ولا كندير هذا الشيء. بغيت واحد ديك الايامات اللي كنت كنوض نفرك فيها الدار. ولكن كنحس براسي بحال هذاك الجهد بحال ما بقاش عندي داك الجهد ديال الاول. لحقاش وليت داك الجهد كنستثمرو في حاجات اخرين. والحمد لله الله يعطينا الصحه حنا باش نديرو هادي وهادي وهادي وهادي. غادي نخلي دابا وجهي حتى يبرد. كنت باغا نوض نطيب ليا ما ناكل ساعه والو. تقول اخوتي والله ما قدرت. غادي نخرج ناخد شي حاجه ناكلها برا وغنديكم معايا. منها خرجه منها حديث ومغزل منها حجه وزياره كما كيقولوا. كاين قبل غنتسنى وجهي حتى يبرد عاده باش غادي نغسلو. وعاده باش غادي ندير ليه ليكرون سولير غنبارطاجيها معكم. البنات قالوا لي وجهك بان لينا شويه بحال شويه بان فيه الضوء. البنات خاصكم تعرفوا واحد الحاجه هو انني انا اصلا راني سمراء. انا ماشي شي وحده اللي بيضاء اللي. وحنا السمرات راه معروفين بان راه حنا ملي كنكون راه كتكون يدك بيض من وجهك. ما عرفت العكس راه كتكون يدك بيض من وجهك. حنا السمرات كتكون داتنا بيض من وجهنا. وحنا السمرات وانا افتخر وانايا كنت غادي عندي زعما كون كان عندي لو شوا انني نعاود نتخلق ويقول لي استاذ ربي استغفر الله العلي العظيم. يقول لي واش بغيتي تكوني سمراء ولا بيضاء. غنقول ليه بغيت نكون سمراء. ولا حتى سميتي اللي سميتي دابا صالحه كون تعاود تبروبوز عليا شي سميه اخرى لا غنسميها صالحه. شوفوا البنات راه حنايا واخا تكوني انتيا كتنوضي تشري لي برودوي وديري في الوصفات باش تبيض لك هاد الجهه ولا تبيض لك هاد الجهه. راه انت اصلا كتكوني عاجبك راسك. راه غير حنا كنبغيو لي غوتوش نقادوهم وصافي. اما الحمد لله حنا عاجبنا راسنا كيف ما كنا. وانا زعما سمراء سمراء وافتخر. انا سمراء وافتخر. انا عزيز عليا السموريه لان السموريه راه شي حاجه زوينه. وراه الانسان ولاو دابا الناس كي الناس زعما راه ولاو تيخسروا الزبل ديال الفلوس باش ياخذوا داك البرونزاج يتبرونزاو. والحمد لله واخا كيكون شويه حنا السمرات كيكون عندنا مشكل ديال العنق ديالنا. تيقول لك هذاك العنق وهادو هنا شتيو. انا عندي جهه بيض من جهه. ما عرفتش علاش هاد الجهه بيض على هاد الجهه. شفتوا الا لاحظتوا غتلقاو بان هاد الجهه بيضاء على هاد الجهه. ما عرفتش شنو السبب. تيقول لك البنيات ملي تيبلغوا والديهم قال لك لا تتلبسيهم. واحد السيده في العائله ديالنا هادشي اللي دارت لبنتها كتلبسها كاع الالوان باش يجيو اللوينات. الخضر يجي معاها الصفر يجي معاها الزرق يجي معاها الاحمر يجي معاها. وكتغسل ليها مثلا هنايا وهنايا وهنا كتغسلهم بالحليب وجهها كتغسلوا لها بالحليب. هادشي زعما قال لك ملي تتبلغ البنت. اما حنا ماما ما دارت لينا والو والو ما دارت لينا حتى شي حاجه.
كيبقى فيا الحال، كنقول علاش ماما ما دارتش لينا حنايا هذا الشيء علاش، وصافي شويه شويه كنقول صافي ماشي مشكل، الدنيا هاني، داكشي اللي ما دارتوش ماما انا نديرو زعما لا سهل عليا الله هكا عطاني ربي شي بنيه ولا هذا ندير، لا انا هذا الشيء، هاد العادات والتقاليد راهو زوينين، واخا كاين اللي غادي يجي يقول لك لا هذا الشيء ما عنده حتى معنى، ولكن والله الا العادات والتقاليد زوينين. وصافي غادي ننظف نغسل وجهي وغادي ندير هذيك لي كرونص ولا وغنبارطاجيها معاكم، حيت قالوا لي البنات بارطاجي معنا لي كرون اللي كديري، وغنلبس جلابيتي ونخرج نقلب على ما ناكل، حيت اصلا ما كاين حتى حاجه عندنا في الثلاجه، ما كاين لا خضره لا لحم لا والو، حتى الغدا عاد غادي تجي ماما وغادي نتقداو وغادي نوض للوم، ندير لكم واحد الفيديو صيفي مشحر 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 ان شاء الله. ويلا بقاو معايا نوض نغسل وجهي ونرجع معاكم. وهادو البنات جوج ديال الحوايج ما كنستغناش عليهم، عندك هاد ليكرون اللي كندير وهاد المحمر، بلاتي نغسل نمسح وجهي لحقاش ملي كديري ليكرون سولير خاصك تبقاي على الاقل نص ساعه في الدار، داكشي علاش قلت غنصبقها قبل ما نلبس حوايجي. شوف الناس راه كنضغط وكنهز يدي، نضغط ونهز يدي، ما عمركم تفركوا وجهكم بالفوطه، تبقاو تفركوا تفركوا، راه كنضغط ونهز يدي. بسم الله زوينه هادي فنه، هادي حسيت بها بحال نصحات ليا وجهي، سميتها بيلا اورورا، بيلا اورورا ها هي شوها، هادي زوينه ما عرفتش بشحال كنت خديتها، واش ب 120 درهم ولا 140، والله ما بقيت عاقله، المهم راه رخيصه خديتها رخيصه لحقاش لي كونسولغ اللي كنت دايره الاخرى ديال لاغوش بوزي هي زوينه، ولكن تانتي علاش تانتي علاش ما وافقتنيش، هي وافقتني زعما كتحمي، غير هي مع انا وجهي ميكس من هاد البلاصه هادي، هو عندي هنايا عندي كيفاش كنقولوا الله يفكرنا في الشهدره وليت كنسى الهضره، عندي ميدم ميدم من هاد لازون كنقولوا لها لازونتي ميدم، وباقي الجهات عندي كلهم ناشفين، هذيك مع تانتي كتبان بحال وجهي مقشر ملي كنت كندير، صافي وانا نبدلها هذه هي اللي بقات زوينه، هذه زوينه، هذه اصلا ترونسبارون ما كتبانش انك اصلا دايره شي حاجه لوجهك، وانا عزيز عليا نكثرها الا كانت الشمس حاره بزاف، عزيز عليا نكثرها نعاودها ماشي مشكله البنات، ها ديروها كثروا هذه هاد سميتها ديال الشمس اكثروها، ما يكون ما تكثروش غير فون دو تان هو اللي خايب الوجه، راه كاين اللي كيخليها باينه، كاينه دابا شي هكا شي وحده اللي مسكينه واكله الدقه في وجهها كتخليها باينه، كتقولك ماشي مشكل انا يشوفني شي واحد بحال هكا يضحك عليا ولا يجلس، المهم انا هو الوجه ديالي يبقى محمي ليا من الشمس، وهي اصلا راه كل ساعتين خاصها تعاود، هذه انا دابا راه كنديها معايا في الصاك ملي كنكون خارجه راه كنطلي منها كل ساعتين كنطلي، صافي غنخلي انا وجهي بحال هكا غدوز نص ساعه وغادي ندير هذا المحمر هذا ونرجع معاكم. ودابا البنات غادي ندوز باش غادي ندوز باش ندير هذا المحمر، معايا الا قلبت الكاميرا ما غيبان والو، المهم عادي كندير شويه هنا وندير شويه، راه درت بزاف ويلي، انا اش كندير نوريكم البلان اللي كندير، واخا دابا ما تديوش على هاد التحمر ما تديوش عليها، كنجيبو انا تالني في هنا وكنطلع بحال هكا وكنطلع بحال هكا بحال كنبقى ماسي شفتو، وعاد غندير هاد الشيء ها نتوما من بعد ما غاديش يبان لكم هاد الشيء كثير، ها نتوما شفتو البنات دابا مع الضوء ديال الزنقه شوفوا النتيجه، النتيجه كتكون يعني ماشي كيبان داكشي اوفر شفتو، انا كاع في الزنقه، نتيجه طبيعيه وزوينه وراه غادي وكيبرد،
راه درت حتى لفمي حتى هو. عرفت هو حق الله غنقول لكم واحد الحاجه، الا كيتلاقاوني الناس في الزنقه كيقول لي صالحه راه مكتباني، راه في الواقع راك ماشي انت هي هذيك اللي كتباني في الكاميرا. بنات انا وحق الله في الكاميرا ظالماني، عافاكم البنات اللي كتلاقاو معايا في الزنقه كتبوا لي هذا الشيء، راه كاين اللي ما كيتيقش والله البنات الا الكاميرا كتظلمني. راه انا بعد مرات كنشوف راسي في الكاميرا راه كنتخلع، كنشوف المرايه ورجع نشوف الكاميرا كنتخلع، كنقول او انا خيبت على الدرجه. ولكن ما تخموش، الثقه في النفس اللي عندي مخلياني كنواجه الكاميرا. يلا بقاو معايا خوت. حق نسيت هذاك المحمر، هذا اللي دايره دابا، اول حاجه هو غادي غادي كيبقى وكيبرد، ثاني حاجه الثمن ديالو تقريبا غنكون خديته بشي 35 درهم من المعرض اللي كاين في بورغون اللي كنمشي ليه، اللي كنمشي عند ماجيك بلو، راه كاين عند حدا ماجيك بلو يعني حداه. يلا دابا غنمشي نلبس جلابيتي. صافي البنات لبست جلابيتي، لبست هاد الجلابه من دوك الجلالب اللي كنت كنبيع، شفتوهم، لبست معاها غير هاد البليغه هادي في رجليا وصافي. وغندير نضيدراتي ونخرج يضربني البرد وناكل شي حاجه ونبارطاجي معكم. ديكم اليوم راه الحد، راه الناس كيخرجوا، الناس زعما غنلقى الدنيا عامره ملي غنخرج. يلا خوتي انتما معايا فين ما مشيت، المهم معاكم ما مفكاش. وقبيله فرحت كنت كنمشط شعري، وشوفوا يا اختي شوفوا غنوريكم بلاصه نوريكم، شوفوا مزره القصه راجعه اللور، راني عانا ناقصه. شوفوا تبارك الله القصه فين وصلت. وقبيله جيت نطلع على البيبي هير، شوف شوفوا البنات البيبي هير فين وصلوا، شفتوا شوفوا البيبي هير فين وصلوا ليا، شوف كبروا كبروا ما شاء الله ما شاء الله الرحمن. غنجمع كلشي دابا هنايا ياكم بحال هكايا جاني زوين. صافي غادي ندير يا اختي نضادري. المهم هاد الفلوغ معاكم حبابي، نتوما اللي توحشتوني هاد الفلوغ معاكم. يلا بقاو معايا نمشي يا اختي نقلب من ناكل، راه فيه الجوع. البنات عرفتي اش كيوقع ليا مع حدانا هنايا واحد الكراج كيبيعوا الطوموبيلات، فين ما كيجيبوا شي طوموبيل كنبقى نقول يا ربي تقدرني عليك، كيبقى كنبقى نقول يا ربي تقدرني عليك، حتى كيبيعوها كيجيبوا واحده اخرى ثاني كندوز من حداها كنقول يا ربي تقدرني عليك او ثاني وكذلك. غادي نبقى تيبيعوا كلشي تيبيعوا كلشي ويصدقوا دائما دائما، فين ما كيجيبوا شي طوموبيل جديده كنقول يا ربي تقدرني عليك. وعرفتو دابا لدرجه ان وفلوس الطوموبيل وما بغاوش يتجمعوا، لدرجه دابا وليت اش كندير فلوس اللي حسن ما كنقربش لهم، هادوك دايرهم على قبل الطوموبيل غادي نشريها. صافي قررت، واخا انا من النوع اللي كيبقى يقول شي حاجه ما كيديرهاش، خاصني ما نقولهاش كاع حتى مع راسي، ولكن كنقول ما عندي ما ندير. وي ما عندي ما ندير، بحال دابا انايا بالنسبه ليا ما عرفت شنو، ما خاصنيش نقول حتى مع راسي حتى مع نفسي، ما خاصنيش نفرح ولا نقول، خاصني غير نجي وندير الحاجه. يو معليش البنات شوفوا شنو شريت لراسي، عرفت واحد الريحه فيها غزاله غزاله، الا ما شريتهاش راسي شكون غيشريها لي؟ الله ما نشريها، عرفت واحد الاحساس زوين، واخا انت كتشري لراسك هادشي احساس زوين، هادشي اللي عطى الله. هانتوما البنات على لا سالاد اللي خديت، صراحة انا اول مره كنجي لهاد البلاصه، عرفتوا فين كاينه هاد البلاصه البنات؟ هانتوما هذاك راه شارع القدس، شفتوه شفتوا لي كات سوريز بقات في هاد الدوره هادي كدور مع لي كات سوريز، جات في هاد الزنيقه هادي، هذيك الطبيبه ماشي الطبيبه، ديك السيده اللي كدير لي نيتواياج لوجهي، لا الزنقه الاخرى ماشي هادي. المهم هادي لا سالاد باينه كتشهي، باينه جميله. هاد الريستورون ماشي ريستورون، المهم سناك صغيور سميتها لا مادري، يا حنا غادي نشوفوا لا سالادي واش لا مادري ولا لا فادري. ولكن عرفتوا شو وحده شو وحده، بدات بالخيزو الاول. بسم الله إذا كانت زوينه راه غادي نوريكم البلاصه فين، إذا كانت ماكلتهم زعما زوينه
حيت مازال غايجيب لي ساندويتش كان زوينه، راه غنقول لكم فين وغنقول لكم حتى الاثنين. المهم هذه فيها لافوكا، فيها التفاح، فيها الاناناس، فيها لي فخوي دمار، فيها هنايا نوريكم شنو دايرين. شوفوا البنات شنو فيها هنا، اللوز والقرقع مع لي كروفيت، ليكم التفاح والاناناس في هذه الجهه، ومن الجهه الاخرى هنايا سميتو التفاح، لافوكا، كلشي دايرين منه على جهتين. هذا الدجاج هنايا، هذا الدجاج، وهذا فرماج روج. المهم هاد لي لا سالاد جات على هذا الشكل هذا. وهذا البنات ساندويتش خليت ديال المرقاز، كيعجبني كيجي على هذا الشكل هذا. عرفتوا الفريت كيشهيو، شوفوا الفريت كيشهيو. يلاه جيت البنات، عرفتوا انا راه عندي كلشي خفن زربن، كنمشي نقضي الغراض وكنرجع بحالاتي. ها انتما خوتي، شوفوا باش فرحت راسي اليوم، شريت، شوفوا ديك الفوطه فين باقه، كلشي باقي تما. فرحت راسي اليوم بهاد الوريضه هادي ليا وليكم حتى نتوما، متتبعه متتبعه وحده وحده، اللي كتبغيني واللي ما كتبغينيش. النهار اللي كنكون فرحانه كنبغي كلشي، نهار كنكون كاعيه كتعيرني شي وحده نري، كنقول ناري نتلاقى معاها فشي زنقه ما كتخرجش، ناري واش ندير لها، وانا راه فيا الهضره راه كنضحك. عا هذيك الوقيته ديال الكعيه صافي، وما كنبقاش صافي كنسى الامر. قلت لكم البنات انا الصراحه ما عمرني ما جاتني ورده كادو، ملي لقيتها شريتها. جا دار علينا هذاك قال لك ورده اللي بغيو هذا، قلت لي اه بسم الله، ولكن فرحت براسي فيها بها. قولوا لي كيفاش نحتفظ بها، واش نحطها في شي حاجه فيها الماء؟ تتقولوا لي في التعليق بغيتها تبقى لي وخا يومين. وريحتها فنه. الساندويتش ما كملتش الغدا لحقاش تبارك الله هذيك لا سالاد شبعتني، هذيك لا سالاد غنيه فيها بزاف د الحوايج مفيده وزوينه وشبعتني صافي. ملي حط ليا الساندويتش ديالي اللي بارطاجيت معاكم اللي شفتوه، ما قدرتش تنقطع تندير تضغمه، هزيتو قلت لي عافاك جمعوا ليا هكا يضرني الجوع شي شويه ولا في الليل وناكلو. بالنسبه لهذا الغداء 70 درهم زعما جاني مزيان، راه واحد ريستورون صغير ورسمتها لا مادري، جات في شارع القدس، عرفتو اللي كيعرف ما عرفتش شي شيء. ما هذا يا الهي، تبركيك إديسيون هانتي اختي. ملي طليت ما لقيت والو، قلت لكم البنات شارع القدس فين جات، جات حدا المخبزه ديال لي كاتسوريز، وراه ورا لي المخبزه ديال لي كاتسوريز عا كدورو، راه ريستورون صغير ورسميتها لا مادري، عجبتني وقلت نبارطاجيها معاكم واخا راني مغديه بفلوسي. دابا شحال من واحد كيشوفني كنقول كيشوفني كنقول الثمن ديال اي حاجه كيصحابني، انا راه الوحيده في اليوتيوب والله اعلم، لا ما خفت نكذب، انا الوحيده اللي كنخلص حاجه بفلوسي صحابو. انا عندي ديك الجبهه السنطيحه ديال انا عندي قناه عطيني هادي وندير لك لا اشهار، ابدا ما عنديش هذيك القضيه في حياتي كامله ما كنديرهاش. شتي ملي كنمشي ناخذ ندير شي اشهار كناخذهم فلوس، ما كناخذهمش دي برودوي، انا هكا دايره. ويلا عجبتني شي حاجه كنخلص، ما كنقولش ليهم عطيوني راه غندير لكم اشهار ولا حقا انا عندي قناه وعندي متابعين، ما فيش. واخا كيدوروا فيا الناس كيقول لي لا راه خاصك انت عندك قناه راه خاصك تكوني كتاخدي، انا حتى حاجه في حياتي ما هي فابور، الحمد لله كلشي شاريه، كلشي شاريه، كلشي شاريه الحمد لله، كلشي شاريه بفلوسي. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، بلا ما نطول عليكم، انا جيت نطول عليكم في هذا الفيديو، انا عرفتكم توحشتوني وتا انا توحشتكم والهلي حشمنا، وشوفوا دغيا عرقت عاوتاني
والله يستر وصافي. يلا اخوتي كنبغيكم بزاف بزاف، وتهلاو ليا فراسكم، والسلام عليكم.